فساد مالي كبير ومخالفات مالية بالمليارات ترقى إلى كونها جرائم اقتصادية يعاقب مرتكبها بموجب قانون العقوبات الليبي. هذا ما قاله ديوان المحاسبة عن ميزانية عام 2019 التي تبلغ قيمتها أكثر من 46 مليار. وفيما يلي نستعرض بعض التجاوزات التي وضعها الرئاسي في ميزانيته. 22 مليون دينار كباب أول للمرتبات لديوان وزارة الخارجية في طرابلس، بالإضافة إلى 11 مليون دينار كباب ثاني. الإجمالي 33 مليون لمرتبات ديوان وزارة الخارجية في طرابلس، بينما تبلغ الإيرادات 3 مليون فقط. أما للعاملين بالسفارات والقنصليات بالخارج، بلغت مرتبات العاملين فيها 330 مليون، بالإضافة إلى 44 مليون كميزانية تسييرية. الإجمالي 374 دينار للعاملين بالسفارات والقنصليات بالخارج، فيما تبلغ إيرادات هذه السفارات 5 ملايين فقط. ديوان المحاسبة أضاف أيضا أن إجمالي ما تم تخصيصه في ميزانية عام 2019 لوزارة الخارجية في الداخل والخارج بلغت 487 مليون، أي قرابة نصف مليار دينار ليبي، فيما بلغت إيراداتها 8 ملايين فقط. هذا الأمر الذي اعتبره ديوان المحاسبة هدرا وتوسعا في الإنفاق دون مراعاة للظروف المالية للدولة. يرجع مراقبون إلى أن هذا التضخم في أعداد الموظفين سببه تعيين قادة للميليشيات بالوزارات. وبالرغم من ذلك لا زالت اللقاءات تجرى بين محافظ المركزية صديق الكبير ورئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري لمناقشة هذه الميزانية، وقد أشار المصرف في بيان له حول اللقاء بأنها ميزانية معتمدة.